السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا أهلا بكم معانا أول دروس شهر أبريل. هناخد النهارده درس نحو بسيط، طبعا بنرحب بكل اللي مشاركين معانا، بإذن الله إن شاء الله يدخل. هناخد درس بسيط لذيذ سهل كده اسمه كم الاستفهامية وكم الخبرية. هنا لازم نكون واخدة بالها معانا، أهم حاجة عندنا كم الاستفهامية وكم الخبرية، إن إحنا نكون فاهمين يعني إيه كم الاستفهامية ويعني إيه كم الخبرية. أعرف أفرق إزاي بين كم الاستفهامية وبين كم الخبرية. كم الاستفهامية هتختلف عن كم الخبرية في بعض النقاط. لو جينا نبص كده علشان نفهم بنعمل إيه، أول سؤال يقول لك قارن بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. ركز كده معايا. احنا كنا واخدين ان احنا في عندنا كم الاستفهاميه وكم الخبريه. احنا خدنا في درس العدد خدنا التمييز، لك احنا بنقدر نفرق بين كم الاستفهاميه وكم الخبريه من خلال التمييز. من خلال ايه يا اولاد؟ التمييز. التمييز بتاعها هو اللي بيفرق ما بين كم الاستفهاميه وكم الخبريه. ازاي؟ تعال نبص ونشوف ونفهم. احنا عندنا نوعين كم الاستفهاميه. كم الاستفهاميه بعرفها من التمييز، الاسم اللي موجود بعد كم بيعرب تمييز، بيعرب تمييز، يبقى دي كم ايه؟ كم الاستفهاميه. كم الاستفهاميه الاسم اللي بعدها هيعرب تمييز. نفس الكلام في كم الخبريه. كم الخبريه اعرف منين؟ احنا قلنا هنفرق من التمييز اللي هيجي بعدهم. ايه الفرق؟ ان كم الاستفهاميه تمييزها، كم الاستفهاميه تمييزها مفرد منصوب. تمييز كم الاستفهاميه مفرد منصوب، لكن تمييز كم الخبريه بيكون مفرد، بيكون مفرد او جمع بس مجرور. بس ايه؟ مجرور. طبعا احنا عارفين ان مفرد منصوب يعني بنحط عليه الف التنوين اللي هي الف المساعده بتاعه التنوين. طب ما تدينا مثال علشان نفهم. كم الاستفهاميه او قايل كم كاتبا في المكتبة. كم كاتبا في المكتبة دي كم استفهامية، وكم الاستفهامية تسأل عن العدد. لازم نحط في الآخر علامة استفهام، احنا عايزين نعرف العدد، عايزين نعرف ايه العدد. علشان خاطر عايزين نعرف العدد يبقى احنا هنحط علامة استفهام مع كم الاستفهامية. يبقى انا بعرف كم الاستفهامية من خلال علامة الاستفهام، من خلال علامة الاستفهام. يبقى احنا هنا هنفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية من خلال التمييز. كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب زي اللي موجود قدامنا دلوقتي، كم كاتبا في المكتبة، احط علامة استفهام في الاخر لان ده كده التمييز مفرد منصوب. لكن انا لو رحت يا جانا مثلا، لو رحت لكم الخبرية تمييزها مفرد او جمع مجرور، يعني ايه؟ يعني اما اجي اكتب كم، كم كاتب في المكتبة، كم كاتب في المكتبة، كم كاتب في المكتبة، أبص على التمييز اللي هو كلمة كاتب، قلنا دي هتعرف تمييز مجرور بالإضافة، تمييز مجرور وعلامة جر وكسرة. دي كم الخبريه؟ احط في الاخر علامه تعجب، احط في الاخر علامه ايه؟ تعجب. يبقى انا افهم من كده ان مع كم الاستفهاميه بحط علامه استفهام، لكن مع كم الخبريه بحط علامه تعجب. يبقى احنا اول فرق عندنا لما بنيجي نشرح درس كم الاستفهاميه وكم الخبريه، لازم نكون فاهمين كم الاستفهاميه تدل على، عايزين اجابه، عايزين اجابه.
يبقى كم الاستفهامية تحتاج إلى إجابة، أما كم الخبرية فهي تدل على الكثرة، تدل على الكثرة، يعني الحاجة دي كتير، كم الخبرية تدل على الكثرة. تاني حاجة كم الاستفهامية، آخر الجملة بتاعتها بجملة استفهامية، يعني بحط علامة استفهام، بحط علامة استفهام. لكن كم الخبرية تدل على كثرة الشيء، فبحط علامة تعجب، بحط علامة إيه؟ تعجب. يبقى إحنا عندنا كده الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية من خلال التمييز. طب ما تدينا جملة كده يكون فيها التمييز جمع مجرور، أما أقول كم تلاميذ في الفصل، كم تلاميذ في الفصل او كم تلاميذ في المدرسه، انا بحط علامه تعجب لان المفروض دي كم استفهاميه، وكم استفهاميه يبقى اخرها علامه تعجب. طب انت عرفت منين يا مستر ان دي كم خبريه؟ كم الخبريه علشان خاطر التمييز دي جمع مجرور، التمييز دي جمع ايه؟ مجرور، علشان خاطر التمييز دي جمع مجرور. يبقى في حاله وجود التمييز جمع مجرور، في حالة إن التمييز يكون جمع مجرور يبقى دي كم الخبرية، جمع مجرور مفرد مجرور كم الخبرية، كم الاستفهامية بيكون التمييز مفرد منصوب، بيكون التمييز مفرد منصوب. لسه في ملحوظة صغيرة، الملحوظة الصغيرة إن كم الاستفهامية أو كم الخبرية ممكن يدخل معاهم حرف جر، حرف الجر مع كم الاستفهامية بيجي قبل كم الاستفهامية، يعني ممكن أقول بكم، يبقى كم الاستفهامية يدخل قبلها حرف الجر، يدخل قبلها حرف الايه؟ الجر. يعني مثلا لو عايز اعرف الثمن الكورة اللي انا اشتريتها بكام، او قايل بكام؟ جنيها اشتريت، هنا علامة استفهام لان دي كم استفهامية. عرفت منين من التمييز؟ لو كان الاستفهامية دخل معاها حرف جر هنا بيجوز حاجتين، ان يبقى تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب زي دي وتبقى الجملة صح، لو دخل قبلها حرف جر ممكن يبقى مفرد مجرور ويبقى الكلمة مكتوبة كده بكم جنيه اشتريت، والمثالين دول نوع كم هنا كم استفهامية. يبقى كم استفهامية يمكن ان يأتي تمييزها مفرد منصوب او مفرد مجرور اذا سبقت بحرف جر، اذا سبقت بحرف ايه؟ جر. طب كم الخبريه؟ كم الخبريه سواء كان التمييز مفرد او جمع حرف الجر ممكن يدخل بس بعد كم؟ ما اقول كم من، كم من علماء في مصر، دي علامة تعجب. كم من عالم في مصر، دي برضه علامة تعجب، لأن نوع كم هنا كم خبرية. عرفت منين؟ من حاجتين، تمييزها مفرد مجرور زائد الحاجة التانية إن هي إيه الكلام اللي فيها؟ حرف الجر جه بعد كم؟ حرف الجر جه بعد إيه؟ كم؟ يبقى إحنا عندنا دلوقتي بناخد الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. ايه الفرق بين كم الاستفهاميه وكم الخبريه؟ ايه الفرق؟ الفرق بين كم الاستفهاميه وكم الخبريه؟ التمييز. تمييز كم الاستفهاميه؟ مفرد منصوب. تمييز كم الخبريه؟ بيكون مفرد او جمع مجرور، مفرد او جمع مجرور، مفرد او جمع مجرور، يبقى دي المقارنه بين كم الاستفهاميه وكم الخبريه، دي المقارنه بين كم الاستفهاميه وكم الخبريه. كم الاستفهاميه؟ تمييزها مفرد منصوب زي كم كاتبا في المكتبه. كم الخبريه؟ تمييزها مفرد او جمع مجرور. كم الاستفهاميه تحتاج الى اجابه لان ده سؤال وينتهي بعلامه استفهام. كم الخبريه تدل على الكثره وفي نهايه الجمله بتاعتها نضع علامه تعجب، في نهايه الجمله بنضع علامه ايه؟ تعجب. دخول حرف الجر يمكن ان يدخل على كم حرف جر؟ مع كم الخبريه؟ حرف الجر بيجي بعدها وبيكون التمييز مفرد او جمع مجرور برضه. كم من علماء في مصر؟ كم من عالم في مصر؟ لكن كم الخبريه؟ التمييز بيجي حرف الجر بيجي قبلها، وتمييز كم الخبريه مع وجود حرف الجر بيكون عباره عن حاجتين، يا اما بيكون مفرد منصوب زي كم جنيها
أو يكون مفرد مجرور زي بكم بنيه اشتريت، يبقى دي الحالتين بالتوتال الاستفهامية. يبقى لو قال لك ضع علامة صح أم خطأ، يمكن أن يأتي تمييز كم الاستفهامية، مفرد منصوب أو مفرد مجرور، تبقى الإجابة صح، مفرد منصوب أو مفرد مجرور. طب لو إحنا عايزين نحول من كم الاستفهامية أو كم الخبرية، اللي بنفرق ما بينهم بالتمييز، يبقى لما هنيجي نحول برضه هنفرق بالتمييز. يعني هنعمل إيه؟ هنخلي التمييز لو هي إحنا عايزينها استفهامية يبقى مفرد منصوب، لو عايزينها خبرية يبقى مفرد أو جمع مجرور، مفرد أو جمع إيه؟ مجرور. ده كده ملخص للدرس، ده كده شرط درس كم الاستفهامية وكم الخبرية، كم الاستفهامية وكم الخبرية. تمام، يبقى كم الاستفهاميه وكم الخبريه انا اقدر افرق ما بينهم من خلال التمييز. تمييز كم الاستفهاميه مفرد منصوب، تمييز كم الخبريه مفرد او جمع مجرور. تعالى نرجع تاني للاسئله ونحاول نحلهم مع بعض. هي اسئله سهله وانا ما جبتهاش اسئله اختياري علشان خاطر كل واحد يجاوب ونبقى فاهمين واحنا شايفين قدامنا الاسئله. نرجع تاني، يبقى أول سؤال قارن بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. المقارنة دي لنا، مش هيجي لك سؤال طبعا يقول لك قارن، المقارنة من حيث نوع التمييز، من حيث نوع الإيه؟ التمييز. كم الاستفهامية؟ كم الاستفهامية تحتاج، كم الاستفهامية تحتاج إلى إجابة، لأن ده سؤال. أما كم الخبرية فهي تدل على الكثرة. كم الاستفهامية آخر الجملة بتاعتها بحط علامة استفهام، كم الخبرية آخر الجملة بتاعتها بحط علامة تعجب، علامة تعجب. تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، تمييز كم الخبرية مفرد أو جمع مجرور. يمكن أن يدخل على كم حرف جر، لو جاء قبلها حرف جر تبقى دي كم استفهامية، ويجوز أن يكون تمييزها مفرد منصوب أو مفرد مجرور. أما كم الخبرية حرف الجر يأتي بعدها وتمييزها زي ما هو مفرد او جمع مجرور، وفي نهايه طبعا الجمله بتاعتها بنحط علامه تعجب. نرجع نحل بقى مع بعض بعض الاسئله اللي احنا عملناها. السؤال الثاني بيقول لك بين نوع كم في الامثله الاتيه. بين نوع كم في الامثله الاتيه، طبعا انا حاطط نقطه نقطه نقطه، وده طبعا غلط لان انا مش هينفع ان انا اجاوب لكم. انا حاطط النقط علشان خاطر انتم اللي هتمنوني العلامه الترقيم اللي انا هحطها. أول سؤال بيقول كم تلميذا في الفرد؟ طبعا اللي هيعرف يجاوب يكتب على الشات. تمام، جميل يا ملك، كم تلميذا في الفصل؟ ملك بتقول دي كم استفهامية. طبعا عرفت منين يا ملك؟ عرفت منين إن دي كم استفهامية؟ ملك بسط، بسط على التمييز. التمييز اللي هو الاسم الواقع بعد كم، اللي هو كلمة تلميذا، اللي هو كلمة إيه؟ تلميذا. بصت على كلمة تلميذا لقيت إن هو مفرد منصوب. طالما هو مفرد منصوب يبقى كام اللي في الجملة الأولى كام الاستفهامية، يبقى هحط في علامة في آخر الكلام علامة استفهام، كم استفهامية، كم هنا نوع كم استفهامية. طب نقرأ الجملة الثانية، كم علماء رفعوا اسم مصر، كم علماء رفعوا اسم مصر. جميل جميل، كم خبرية. برضو لو جينا نسأل هي عرفت منين ان دي كم خبرية، هتلاقيها عرفت من التمييز، بصب للتمييز اللي هو كم علماء، كم علماء اللي رفعوا اسم مصر، دي كم خبرية، دي كم خبرية، كم خبرية، يعني هحط في آخر الجملة علامة تعجب، علامة تعجب، هحط في آخر الجملة علامة إيه؟ علامة تعجب. طالما حطيت في آخر الجملة علامة تعجب يبقى دي كم خبرية، يبقى دي كم إيه؟ خبرية، يبقى دي كم خبرية. طب نقرأ الجملة رقم 3، كم مهندس في المصنع؟ في المصنع هو هنا طبعا طالما ما حطش ألف التنوين اللي هي ألف المساعدة بتاعة التنوين، يبقى لما أنا أحط خط تحت التمييز هنا هتبقى كلمة مهندس، يبقى دي كم خبرية. برافو برافو، دي كم خبرية، كم خبرية، دي كم ايه؟ خبرية. كم خبرية عرفنا منين؟ علشان خاطر التمييز، التمييز اللي جه بعدها مفرد، طب منصوب ولا مجرور؟ طالما ما فيش فيه الف التنوين يبقى ده مفرد مجرور، يبقى ده مفرد ايه؟
مجرور، يبقى هنا التمييز مفرد مجرور. في حالة وجود التمييز مفرد مجرور يبقى دي كام خبرية؟ أحط علامة التعجب. طيب دول الحالتين بتوع كام؟ لما بيدخل معاهم حرف الجر. جملة رقم أربعة بتقول بكم جنيه اشتريت؟ بكم جنيه اشتريت؟ الجملة رقم أربعة عايز نلاقي إيجابي. جميل جميل. الجملة رقم أربعة إجابتها بكم جنيه اشتريت؟ جميل يا مالك. عندنا بكم جنيه اشتريت؟ شاطرة يا سلمى. بكم جنيه؟ هنا التمييز مفرد منصوب. طالما التمييز مفرد منصوب يبقى من غير ما نفكر دي هتكون كم استفهامية. هتكون كم إيه؟ استفهامية. كم استفهامية يعني هنحط في الآخر علامة استفهام. هنحط علامة إيه؟ هنحط علامة استفهام. هنحط علامة استفهام. طيب بكم جنيه اشتريت؟ الجملة رقم خمسة التمييز مفرد مجرور. احنا قلنا مفرد مجرور يعني كم خبرية. طب استنى يا أستاذ، لا غلط، ده حرف الجر قبلها. حرف الجر موجود قبل كم. طالما حرف الجر موجود قبل كم يبقى كم هنا كم استفهامية، ويجوز أن يكون تمييزها مفرد مجرور. يجوز أن يكون تمييزها مفرد إيه؟ مجرور. لكن احنا هنحط هنا علامة الترقيم بتاعتنا، هنحط علامة استفهام. هنحط علامة استفهام. طب تعال نخش على الجملة رقم ستة. الجملة رقم ستة يا سلمى، الجملة رقم ستة بتقول كم من مشروعات أقامتها الدولة؟ كم من مشروعات أقامتها الدولة؟ طبعا دي جمع. طالما هنا التمييز بيكون جمع حتى لو حرف الجر مش موجود يبقى احنا عارفين على طول ان دي كم خبرية. كم خبرية؟ تمييزها مفرد أو جمع مجرور، يعني هنحط علامة تعجب. علامة تعجب. طب كم من مشروع جديد في مصر؟ برضه نحط علامة تعجب علشان هنا نوع كم خبرية. كده بنكمل، حول من كم الاستفهامية إلى كم الخبرية والعكس. يبقى احنا كل ما في الأمر إن احنا برضه هنبص هنشوف كم قلما في المكتبة بكم استفهامية، يبقى ما نيجي نحولها لكام الاخرى في عندنا طريقتين، يا اما نقول كام قلم في المكتب وهنحط علامه التعجب، او الجمله بطريقه ثانيه كام اقلام في المكتب وبرضه نفس الكلام هنحط عليه التعجب. كم مهندسين في المصنع؟ علشان اخلي كم مهندسين في المصنع كم استفهاميه هيبقى لازم التمييز يجي مفرد منصوب. يبقى كم مهندسا في المصنع؟ مهندسا في المصنع يبقى احط علامه التعجب لان التمييز هنا علامه الاستفهام، لان هنا كم استفهاميه فبحتاج ان يكون التمييز ماله مفرد منصوب وبحط في الاخر علامه استفهام. يا رب يكون الدرس اتفهم ويكون يا رب عجبنا. اخر ملحوظه بس في الدرس صغيره، اخر ملاحظه، اخر ملاحظه ان احنا في عندنا الكلمه اذا انتهت الكلمه بتاء مربوطه. إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة زي كلمة مثلا مكتبة. مكتبة كم؟ يجوز فيها هنا الاثنين، طالما أنت ما حطيتش علامة فتحتين فوق أو فتحتين تحت أو كسرتين تحت، يعني ما لونتش ما عرفتش، يجوز فيها إن هي تبقى استفهامية ويجوز إن فيها خبرية علشان خاطر ما فيش علامة تنوين والكلمة اللي آخرها تاء مربوطة لا نضع ألف التنوين الفارقة. وكذلك كلمة التي تنتهي بهمزة قبلها ألف مد، سماء. فنقول كم سماء أو كم سماء، يبقى قال لك الكلمة إذا انتهت الكلمة بهمزة لازم ان انا برضو اشكل، لو ما حطيتش تشكيل يجوز ان انا احط علامه استفهام ويجوز ان انا احط علامه تعجب. ودي اخر ملاحظه معانا في الدرس، واتمنى ان احنا نكون فهمنا درس كم الاستفهاميه وكم الخبريه. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.